عليكم بأجمل وأطيب تحية في تواصل انطلاقات أشواط هذا المساء الجميل، حيث نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا المساء الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات الأصايل، حيث نسير مع هذه المؤسسات العملاقة وهذه الشعارات الحاضرة في هذا المساء في مهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث شاهدت المتعة بالأشواط الماضية، حيث نسير ونستكشف عن أيضا تحديات هذا المسار. نتابع المقدمة والمركز الأول هنا اللي تسيطر على المقدمة، اللي يسيطر على المقدمة والصدارة الأولى أيضا شاهين اللي على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة اللي ضمر مشاهدين الأعزاء اللي هو راشد بن محمد بسم يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما القدوم مع المركز الثاني يأتينا على ثاني المراكز هنا ويتقدم اللي هو مشاهدين الأعزاء، يتقدم اللي هو شاهين من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما أرى القدوم والانطلاق في المركز الثالث هنا يتواجد بهذا الاندفاع المثير والجميل شاهين بشعار امبراطورية هجن العاصفة يقود في عملية التضمير غيات الهلالي، بينما يأتي على المركز الرابع ويتقدم هنا شاهين بشعار هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصور يتولى عملية تضميره، بينما ياتي هملول في المركز الخامس لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي يتولى عملية تضميره، بينما يلي في المركز السادس يتقدم هنا شاهين بشعار هجن الرياسة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية تضميره، بينما النقل إلى المركز السابع يأتي هنا يتقدم ري بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يقود المتعب الصغير، يقود سعيد بن عبيد بن مرشد يتقدم نحو المركز السابع، بينما في المركز الثامن يتقدم شاهين بشعار هجن الرياسة لهجن العاصفة ويقود غيات الهلالي من يتولى عملية تضميره، بينما في المركز التاسع يتقدم شاهين لهجن العاصفة يقود غيات الهلالي في عملية التضمير، بينما ياتي هملول في المركز العاشر لهجن الرياسة يقود علي بن يميل الوهيبي. الله، هكذا النتيجة، هكذا هو النداء مشاهدينا الكرام للعشرة المراكز الأولى، ولكن العودة مجددا إلى المراكز الأولى في هذا المساء الجميل في هذه التحديات المسائية بحضور هذه الأسماء، بحضور هذه المؤسسات القوية التي تعطي مؤشر قوي في بداية هذا الموسم. ما شاء الله وتبارك الله، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، إلى شاهين لهجن الرياسة يقود المستحيل راشد بن محمد بسم المنصور يتولى عملية تضميره وتدريبه، ولكن شاهين يتسلل من الجانب الآخر لهجن زعبيل يتقدم المتألق راشد بن محمد بن مراشد، الليلة ليلة التألق يا بن مراشد، بينما أتابع المركز الثالث تاتي هنا العاصفة لتقدم لنا شاهين الشعار الملكي، يتقدم في المركز الثالث بقيادة غيات الهلالية، بينما في المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظة هملول بشعار هجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي يتابع في التضمير، بينما
بينما في المركز الخامس يتقدم هنا شاهين لهجن الرياسة، الشعار الحمر الخطر يتقدم في هذه اللحظة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، ولكن هنا الغلاف الجوي الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، يا مضمرين ويا مبدعين بنقول في هذا المساء. ها هي الصدارة الأولى وشاشة قناة دبي ريسنج راصدة لكم عشاق الأصالة، هذه التحديات المسائية. وأيضا يتقدم على الصدارة شاهين لهجن الرياسة، ولكن العاصفة بدأت تهب في هذا المساء، بدأت تهب برياحها. ها هو شاهين، شاهين وشاهين لأجل العاصفة، غيات الهلالي يتألق بالشعار الملكي، يتألق في هذا المساء، ولكن هنا شاهين نعم لأجل زعبيل، هجن زعبيل المتألق راشد بن محمد بن مراشد، ويعود هنا شاهين كذلك لهجن الرياسة، يتقدم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن هجن زعبيل، هجن زعبيل للمرة الثانية، للمرة الثانية في هذا المساء. سلام سلام لهجن زعبيل، تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مالك هجن زعبيل، التهنية للمتألق راشد بن محمد بن مراشد على فوز شاهين وانتزاعه لناموس هذا الشوط، بينما وصل شاهين مع المركز الثاني لهجن الرياسة، والمركز الثالث، المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة. رابعا وصل مشاهدينا الكرام لهجن العاصفة، والمركز الخامس لهجن الرياسة. عودة إلى التوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بسبع دقائق وعشرين ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل على هذا الفوز والانتصار، وملك سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم الفوز الثاني في هذا المساء، والشوط الثاني يذهب لهجن زعبيل. التهنية للمتألق راشد بن محمد بن مراشد على هذا التألق، بينما وصل شاهين في المركز الثاني بسبع دقائق واحد ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي غاد في التضمير، بينما المركز الثالث أمسى من نصيب شاهين لهجن الرياسة بتوقيت زمن مقداره 7 دقائق 23 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم،